أخوكم نور الدين إفر حاتم من مواليد ولاية البليدة. حفظت القرآن الكريم ولله الحمد منذ الصغر، كان عمري 13 سنة وبعض الأشهر على يد شيخنا الفاضل محمد بوشلوش حفظه الله بمسجد الكوثر. وهذا المسجد يبعد عنا حوالي 2 كيلو فقط، هنا في وسط المدينة. وقرأت عليه القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره برواية ورش. بعدها يسر الله عز وجل للسفر للازدياد من هذا العلم، فذهبت إلى مصر في رحلة وجلست فيها مدة وقرأت على بعض علمائها، وحصلت في ذلك الوقت على إجازة برواية ورش وقالون عن الإمام نافع، ثم إجازة بقراءة الإمام عاصم جمعا بين روايتي شعبة وحفص، وأجازني بعض مشايخها وعلى رأسهم شيخنا المقرئ الفاضل أحمد حامد الطعيمة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. كذلك قرأت على شيخ عموم المقارئ في ذلك الوقت الشيخ أحمد عيسى المعصراوي بعض القرآن الكريم، وأجازني برواية ورش ولله الحمد. قرأت على آخرين، الشيخ سيد علي عبد المجيد والشيخ حلمي عبد الرؤوف، كما استفدت من علمائها في جلسات في التفسير والحديث النبوي الشريف. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم. القرآن للإمام النووي، لأن فيه من الآداب التي ينبغي على كل طالب علم أن يتحلى بها، فكان يأمرهم بقراءة الكتاب بعدما ينتهي، وهذا ينبغي أن يقرأه كل طالب ويجعله في بيته ليستفيد من الآداب التي ذكرها هذا العالم جزاه الله خير الجزاء. كما قرأت بعض المتون على علمائها كمتن الجزرية والتحفة، قرأت الجزرية على الشيخ عبد الرافع، وقرأت التحفة والجزرية على الشيخ الدكتور إلياس البرماوي، وعدد لا بأس به من المقرئين الكبار. ثم رجعت إلى الجزائر ووصلت في التعليم. والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وها أنا أزاول التعليم القرآني في ثلاث مقرآت. المقرأة الأولى هنا في مسجد الشيخ محمد بن جلول، المقابل المقرأة مقابلة للمسجد، وفيه مقرأة ثانية هي مقرأة أبي ذر الغفاري التي أزاول فيها التعليم القرآني منذ 15 سنة، وعندي التدريس فيها يوم السبت من العصر إلى العشاء. ومقرأة ثالثة بمسجد الفرقان في بلدية ولاد عيش، وعندي فيها 3 أيام فيه إخوة في مرحلة الآن جمع القراءات. القرآن وإكرام المصحف. وإكرام المصحف الباب العاشر في ضبط ألفاظ هذا الكتاب. القرآن الكريم هو حياتنا ولله الحمد، فنظمنا وربانا، ونسأل الله أن يجعلنا من أهله وأدبنا بآدابه. فرسالتي إلى إخواني المشاهدين أن يقبلوا على هذا القرآن الكريم، لأنه حياتنا وفيه أدبنا وفيه كل ما نحتاج ولله الحمد. فكما جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وهذا ما نحتاجه في هذا الزمان خاصة من طلبة العلم. وقبل قليل كنا ندرس في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، فالآداب والأخلاق ضرورية لكل طالب علم من باب أولى. كذلك إخواننا الناس الباقين من غير حفظة القرآن أن يكون لهم الأدب، فهذا الإسلام أدبنا بهذه الآداب ولله الحمد. قراءة أهل الكوفة تمر في الإسناد على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قراءة أهل الكوفة المعروف. مات سنة 32 أو في التي بعدها بالمدينة، فلم تتعارض حياتي أبداً مع القرآن، بل كنا نقدم القرآن هو الأول. الإنسان برنامجه يكون مسطر بعد صلاة الفجر يقرأ قسطاً من القرآن الكريم، ثم كنا نتوجه إلى الدراسة. بعد ما نرجع من الدراسة نذهب إلى المدرسة القرآنية عند الشيخ ونعرض عليه ثم نرجع، وهكذا. الإنسان عليه أن يكون منظم لحياته، يجب التنظيم. الآن الناس انشغلت ببعض الأمور التي تزول من هذه الدنيا كما هو معروف، ويصبح يجد لك في الاحتجاجات، يقول لك أنا القرآن ما عنديش وقت، لكنه تجده محافظ على الرياضة. شيء طيب، الرياضة مطلوبة، مليح الرياضة، لكن تربي نفسك وتربي بدنك بالرياضة وبكلام الله جل وعلا.
مثل الأترجة. والأترجة هو نوع من المطعومات أو من الفواكه التي تشبه التفاح، يقول لونها وملمسها وذوقها حلو، كما مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ريحها طيب وطعمها طيب. فالمؤمن عليه أن يكون ظاهرا وباطنا طيب، معناتها يكون ظاهره كباطنه، معناتها هذا الذي يكون من أهل القرآن خاصة، أن تظهر عليه آداب القرآن ظاهرا وباطنا، ليس أمام الناس يكون طيب ولما يختلي بمحارم الله ينتهكها والعياذ بالله. طموحنا إن شاء الله إحنا هنا في مقرأتنا وفي غير مقرأتنا نطور التعليم القرآني في بلدنا، إن شاء الله تكون عندنا نخبة من القراء والمقرئين اللي يمشوا على المنهج الذي مشى عليه العلماء إن شاء الله تعالى. ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كل فضله، إنه غفور شكور. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. رسالتي وش نقول لإخواني، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياهم لما يحب الله عز وجل ويرضاه، وعليهم أن ينظموا أوقاتهم. نحن الإشكال في الأوقات، إخواننا يضيعون كثيرا من أوقاتهم، ولو تحسب بالساعات الطويلة تجده لم ينجز شيئا. وكما يقول الإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله عن الوقت، يقول والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الحاجة اللي ما نقدروش نعرف القيمة نتاعها هي الوقت، وكما قال الأولون الوقت من ذهب إذ لم تقطعه ذهب. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.